السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجملة الاسمية أنواع الخبر. إذا صفحة 15 مرشدي. إذا على بركة الله كما تعلمون. إذا نديرو الحصة الأولى والثانية. إذا الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ونتعرفوا في الدرس على أنواع الخبر. إذا انظروا هنا كمال، نمشيو هنا للجدول. إذا كمال مبتدأ، طالب خبر. الخبر مفرد. ماذا تعني مفرد؟ ليست يعني مثنى جمع، لا، مفرد تعني كلمة واحدة. مثلا نقول هنا تلميذ مجد، تلميذان مجدان. هذيك مجدان كنعتبروها مفرد لأن كلمة واحدة. نقول مثلا التلاميذ مجدون، مجدون مفرد. فهمت؟ يعني كنقول العدد ديال الكلمات، كاينة كلمة واحدة يعني راه مفرد. كمال يحن إلى وطنه. هذه يحن إلى وطنه، هذه راه جملة فعلية، يحن إلى وطنه. إذا جملة فعلية، نوع الخبر جملة فعلية. كمال يحن إلى وطنه. كمال أعماله شوف هنا عندنا أعماله، كمال أعماله، واحد الضمير يعود على المبتدأ. هذه هي باش كنديروا جملة اسمية. وكمال أعماله مشرفة. إذا جملة اسمية، هذا الخبر كله أعماله مشرفة جملة اسمية. كمال في قاعة المراقبة. هنا كمال في، هذا ماشي جملة، هذه شبه جملة من الجار والمجرور. كمال فوق، هذا فوق ظرف، إذا نقولوا شبه جملة من الظرف. إذا شنو عندنا؟ أن الموت، أن الخبر إما يكون مفرد أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة من الجار والمجرور أو شبه جملة من الظرف. إذا أربعة أنواع: مفرد، جملة فعلية، جملة اسمية، شبه جملة. إذا الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والخبر إما مفرد أي كلمة واحدة، شو كيأكدوا لك على كلمة واحدة، أو جملة فعلية، أو جملة اسمية، أو شبه جملة من الجار والمجرور، أو شبه جملة من الظرف. نعم، إذا آتي بثلاث جمل تتضمن الأولى خبرا مفردا، والثانية خبرا جملة فعلية، والثالثة خبرا شبه جملة. إذا نبدأ بمفرد. إذا خبر مفرد: الجمهور متحمس، السماء غائمة. خبر جملة فعلية غنخلي نفس المبتدأ باش تفهموا كيفاش كنحولوا، نعرفوا نديروا الخبر جملة فعلية. الجمهور يشجع فريقه، السماء تمطر. كنديرو مبتدأ وكنتبعو فعل. إذا خما طالبينش لينا جملة اسمية، غنديروها خبر جملة اسمية. شوف هنا: الجمهور هتافه، درنا واحد الضمير يعود على المبتدأ، أو هتافه مرتفع. السماء أو صاخب، لا يعجبك، السماء لونها أزرق. صافي، بقى لينا شي جملة. غنقولو: الجمهور في الملعب، السماء، ما نقولو مثلا النجوم في السماء. نعم، إذا كانت هذا التمرين ديال الحصة الأولى أو تطبيق. ندوزو الحصة الثانية: أعين نوع الخبر فيما يأتي. إذا الفضاء واسع، هذا واسع مفرد، هاي كسبناها. العلم فوائده كثيرة، فوائده كثيرة جملة اسمية. المهاجر عاد إلى وطن جملة فعلية. النجوم في السماء شبه جملة. عندنا واحد التمرين بسيط جدا، احنا ما تمسحش هادشي، المهم أتميم كل جملة من الجمل الاسمية الآتية: القمر منير، القمر في السماء. هنا خبر مفرد، هنا خبر شبه جملة من الجار والمجرور. العصافير بين الأشجار، هاد بين خبر شبه جملة من الظرف. بين الأشجار، تحت الأشجار، فوق الأشجار، هذه ظرف. السياح في حينا، هنا ظرف شبه جملة من الظرف. الزهرتان جميلتان، هنا خبر مفرد، هنا الزهرتان في حديقة، خبر شبه جملة من الظرف، شبه جملة من الجار والمجرور. كما كتشوفوا التمرين هذاك الدرس سهل،
إذا على بركة الله، قالت لنا حاجة واحدة هي صلوا على رسول الله.